السؤال الثالث بتاع الست ام احمد، 18 سنة، كانت بتقول انها كانت حامل ولم تصم وهي في مرحلة صحية، يعني احيانا بتكون كويسة تقدر تصوم واحيانا اخرى الحالة الصحية بيصعب معها الصيام. اللي يلزم حضرتك عند الاستطاعة القضاء، وقت الاستطاعة، لو منعك الطبيب هتنتقلي إلى إنك تطعمي عن هذه الأيام، تفدي عن هذه الأيام يا صاحبة السؤال الست أم أحمد. سؤالك الرابع عن التشريك في السنن، إن حضرتك بتقولي عايزة تصلي سنة الوضوء بنية، هتشركي في النية بتاعتك بين سنة الوضوء وسنة الضحى، أو عايزة أشرك بين أي سنن، لا مانع، التشريك في السنن لا مانع من ذلك.